شيخ جاسم محمد العريبي ذاك اليوم جاي لبغداد هو وزوجته. زين. اجى وصل للجسر هذا حديث وهسه مبني. فلقى ازدحام والعبور مقطوع. قال يا بني دعبر، قالوا له مو افتتاح اليوم الجسر يكون جلالة الملك. يقال جسر السند. حس انا اكون دقيق وياك بالكلام. فكون يحضر جلالة الملك هو اللي يفتح الجسر حتى تعبر الناس. قالوا احنا نظل ثاني شنو؟ جيبوا المقص، قص الشريط وعبر. قال سلموا له علي، هو الملك وانا ابن الباشا. شوف شوف اخلاق الملوك. لما اجى جلالة الملك فيصل الاول لقاه مفتوح، لقى الناس عابر على النص. شنو هاي؟ مو قلتوا لي الناس منتظره وهاي؟ قالوا له يابا اجى جاسم محمد العريبي وقص الشريط. قال والله يستاهل هذا باشا ابن باشا.